طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الـ Skeletal Muscles Structure and Function. أنا دكتورة أية محمود محمد، وبإذن الله هكون معاكم المحاضرة السابعة والمحاضرة الثامنة. النهاردة بإذن الله هناخد أول جزء من الـ Skeletal Muscles Structure and Function، وبإذن الله بعد العيد بإذن الله هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة. بسم الله، خلينا في الأول نتكلم عن الـ Skeletal Muscles as a whole، أو قبل ما نتكلم عن الـ Skeletal Muscles نتكلم أصلاً عن الـ Types of Muscles الموجودين عندنا في جسمنا. أنتوا عارفين إن إحنا عندنا Cardiac Muscles، عندنا Smooth Muscles، وعندنا الـ Skeletal Muscles. الـ Cardiac والـ Smooth Muscles أنا ماليش عليهم Voluntary Action، اللي هم سواء الـ Heart أو الـ طبعاً الـ Cardiac Muscles اللي هم الـ Heart Muscles. السموث ماسلز اللي هم زي الماسلز بتوع الانتستين مثلا، زي الماسلز بتاعه الاسوفاجس، الماسلز بتاعه الاستومك، انا ما بقدرش اعمل فيهم كونتراكشن او ريلاكسيشن. بينما السكيليتال ماسلز انا ليا عليهم فولنتري كونتراكشن او فولنتري كنترول، واقدر احدد امتى اتني ايدي، امتى افرد ايدي، امتى اتحرك، امتى اقعد، امتى ريلاكس، امتى اريست. الكلام ده كله انا اقدر احدده. انا عندي عموما في الهيومن بودي بتاعي حوالي 400 سكيليتال ماسلز، بيكونوا تقريبا من 40 ل 50% من التوتال بودي ويت. السكيلتال ماسلز هما اللي بيدوني امكانيه او بيتيحوا ليا ان انا اتحرك فريلي، وحتى كمان البريثنج انتوا عارفين بيعتمد على الماسلز. انتوا عارفين برضو ان السكيلتال ماسلز بيكونوا ماسكين في البونز عن طريق كونكتيف تيشو، تكون قويه شويه سبحان الخالق العظيم، تف كونكتيف تيشو هنسميها التندونز. وجرت العاده على اعتبار ان طبعا انتوا عارفين ان الماسلز كلها، اي ماسل في الدنيا في السكيلتال ماسلز بتتكون من اوريجين وانسرشن، واحد فيهم بيكون ثابت والتاني بيتحرك. وجرت العاده على اعتبار ان في معظم الماسلز الاوريجين هو اللي بيكون ثابت بينما الانسرشن هو اللي بيتحرك. ايه الفانكشنز بتاعت السكيلتال ماسلز؟ زي ما اتفقنا السكيلتال ماسلز بيتيحوا ليا الحركه، بيتيح ليا ان انا اعمل بريثنج، ان التنفس ده برضو الماسلز بتقوم بدور فيه. البوستشرال سبورت برضو الماسلز عليها دور كبير فيه. انا مش عارفه انتوا خدتوا الكلام ده ولا لا، بس اي تشينج في اللينس بتاع الماسل سواء شورتنينج او لينسنينج بيغير في شكل البادي. البوستشر لو انت ما خدتوش قبل كده هو الارنجمنت اوف ديفرنت بادي بارتس اوفر ايتش اذرز، يعني شكل الراس على الفيرتيبرال كولم، على البلفس، على اللور ليمز. الكلام ده كله اي تشينج في اللينس بتاع المسلز بيأثر على شكل البادي كاز توتال، يعني بيأثر على البوستشر بتاعي. فاذا المسلز من ضمن الفانكشنز بتاعتها ان هي بتعمل بوستشرال سبورت. غير كده كمان المسلز ليها دور شويه في الهيت برودكشن، بالذات في الايام الساقعه، ان الواحد لما بيلاقي نفسه مثلا بردان ولا حاجه في الشتاء ممكن تقوم تجري شويه، تقوم تتنطط شويه، تعمل اي مجهود بدني، فبالتالي بتحس ان انت دفيت نتيجه الهيت برودكشن اللي بيحصل، نتيجه الميتابوليزم اللي بيحصل في المسل. طيب الاستراكشر بتاعه المسل، السكيلتال مسل بتتكون من ديفرنت تايبس اوف تيشو. خليني افكركم ان التيشو معناها مجموعه من السيلز، مجموعه متشابهه من السيلز. فاذا السكيلتال ماسل بتتكون من ديفرنت تايبس اوف تيشوز، يعني بتتكون من ديفرنت تايبس اوف سيلز. اول نوع خالص عندي المسل سيلز، وخلي بالكم ان جرت العاده على اعتبار كلمه المسل فايبرز هي المسل سيلز. يعني لما اقول مسل فايبر طول بقى المحاضره باذن الله افهم ان انا قصدي معناها المسل سيل. طبعا النيرف تيشو موجوده، البلد وكونكتيف تيشو مختلفين. طيب الانديفيدوال ماسلز بيكونوا متفرقين، يعني اللي بيفصل بينهم وبين الماسلز اللي حواليهم واللي بيكيب الماسل ان اتس بليس كونكتيف تيشو برضو، بس هسميها الفاشيا. طيب تعالوا نشوف الكونكتيف تيشو اللي داخل الماسل. ده صوره كده يعني ان شاء الله تكون واضحه بالنسبه لكم، الصوره واضحه عندكم شايفينها؟ ممكن معلش عشان انا مش شايفه الشات، ممكن حد يكلمني بالصوت؟ تمام يا دكتور، الصوره واضحه عندكم؟ تمام. طيب ده شكل السكيلتال ماسل، انا هاخد كده. تمام، طيب شكرا جزيلا. ده شكل السكيلتال ماسل زي ما انتم شايفين كده، انا هاخد السكيلتال ماسل عشوائيا وتعالوا نتفرج عليها. هلاقي من بره كونكتيف تيشو بيحيط بيها اسمه الايبي ميزيوم. خلي بالكم الايبي ميزيوم بيحيط بالماسل كلها از هول. لما هاخد ترانسفيرس سكشن كده في الماسل وهبص عليها من جوه سبحان الخالق العظيم، هلاقي الماسل، احنا اتفقنا خلاص ان الماسل فايبر دي هي الماسل سيلز او المسل سيل، هلاقي كل مجموعه من المسل سيلز حوالين بعضيهم عاملين زي بندل، زي حزمه، وكل مجموعه من الحزم كده هوت بيحيط بيها كونكتيف تيشو واحد. خلينا نقول الكلام ده تاني، انا قلت من بره خالص هلاقي الابيميزيوم، بعد كده خدت ترانسفيرس سكشن، لقيت بصوا النقط الحمراء الكتير كده دي، كل نقطه حمراء من الكبار دول دي بندل، بندل يعني حزمه. هتلاقوها برده ذكرت عندكم في الكتاب،
باسم فاسيكل. فاسيكل هي معنى برضو كلمة بندل. كل بندل أو كل حزمة أنا لو خدتها كده أهي ولو بصيت جواها هلاقيها بتتكون من مجموعة من المسل فايبرز. كل مجموعة من الحزم أو البندلز أو الفاسيكلز بتاعت المسل فايبرز دي، كل حزمة منهم بيحيط بيها حاجة اسمها البيريزيوم، بينما كل مصل فايبر واحده بس بيحيط بيها حاجه اسمها الاندوميديوم. يبقى انا عندي ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو، طبقات كده بتحيط بالمصل عموما. النوع الاولاني خالص اللي هو من بره المصل كلها بسميه الايبي ميديوم. النوع اللي بيحيط بمجموعه من البندلز كده بتاعه المصل هسميه البيري ميديوم. والمجموعه والنوع الاخير بتاع الكونكتيف تيشو اللي هو بيحيط بالمصل فايبر، بكل مصل فايبر لوحدها او بكل مصل سيل، هسميه الاندوميديوم. تعالوا كده نقرب، احنا كده شفنا خلاص من بره وشفنا كده شكل المسل فايبر، تعالوا نقرب تاني ونشوف كده المسل فايبر من قريب اكتر. احنا داخلين دلوقتي كأننا احنا هنعمل زوم على المسل فايبر. بصوا كده ده شكل المسل فايبر المفروض زي ما هنلاقيه. اول حاجه هنلاحظها ان المسل فايبرز دي او المسل سيلز هم شكلهم مش زي السيلز اللي احنا كنا درسناهم واحنا صغيرين، لا هم شكلهم سيلندريكال. سيلندريكال يعني اسطواني، شكلهم سيلندريكال وبيمتد كل مسل فايبر بتمتد من الاوريجين للانسرشن بتاعه المسل. دي اول معلومه. تاني معلومة ان انا هلاقيها زيها زي اي خلية في الدنيا، فيها اورجانلز مختلفة، فيها ميتوكوندريا وفيها لايسوسومز وفي الكلام ده، لكن هيلفت نظري حاجتين في غاية الاهمية. الحاجة الاولانية ان انا هلاقي more than one nucleus. more than one nucleus انا ممكن اشير ليها بكلمة multi nucleated. multi يعني متعدد، والnucleated جاية من كلمة nucleus. يبقى هلاقي المسل فايبر فيها مور ذان 1 نيوكليس، او المسل سيل فيها مور ذان 1 نيوكليس. وده ليه؟ ده عشان يزيد قدره المسل فايبر او المسل سيل على ان هي تصنع البروتينز، فبالتالي تعزز من المسل جروث. ده اول حاجه. تاني حاجه هلاحظها هلاقي ان المسل بصوا مخططه او مقلمه، هنقولها كده عندنا هنقولها سترايتد. سترايتد يعني فيها اجزاء فاتحه واجزاء غامقه، وده فعلا نتيجه وجود حاجه اسمها لايت باندز ودارك باندز. باندز يعني قطاع او مكان، لايت باندز ودارك باندز، وده اللي هيديها شكل الاستريشن اللي احنا شايفينه. يبقى انا لما بصيت على المسل فايبر من قريب زومت عليها شويه لاحظت ثلاث حاجات. اول حاجه ان هي شكلها سيلندريكال ممتد من الاوريجين للانسرشن. تاني حاجه ان انا لاحظت ان هي عندها مور ذان 1 نيوكليس، يعني هي مالتي نيوكليتد، وزي ما اتفقنا ده عشان يعزز قدرتها على المسل جروث، تزيد قدرتها ان هي تصنع بروتينز فتساهم في المسل جروث. وتالت حاجه ان انا لقيتها سترايتد. سترايتد يعني فيها اجزاء لايت باندز ودارك باندز، فيها اجزاء فاتحه واجزاء غامقه. اوكي يا دكاتره، طيب تعالوا نقرب تاني كده ونبص نبص على المسل سيل اكتر واكتر. انا عماله ازوم كده. ده شكل المسل سيل احنا خلاص اتفقنا ان هي شكلها سيلندريكال، بس هنلاقي كده عليها حاجات اللي هي بترمز ليها بالنقط الخضراء اللي انتوا شايفينها دي. هسميها الحاجات دي اسمها ساتلايت سيلز، ماشي، موجودين على السيل ممبرين من بره بتاع المسل. بس خلي بالكم زي ما انا قلت لكم ان المسل فايبر المسل سيل انا هغير اسمها وهشير ليها بالمسل فايبر، انا هطلب منكم تاني حاجه ان انا معلش السيل ممبرين اللي من بره لما يجي اتكلم عنه بتاع المسل هشير ليه بكلمه الساركولما. يبقى لما اجي دلوقتي اكلمك واقول لك ساركوليما افهم مني ان انا قصدي الساركوليما دي مقصود بيها السيل ممبرين بتاعه المسل من بره. اوكي، هلاقي على الساركوليما من بره هلاقي حاجه اسمها ساتلايت سيلز. الساتلايت سيلز دي بتقوم بدور مهم جدا في المسل ريبير بعد الانجري، لما بيحصل انجري للمسل بتقوم الساتلايت سيلز بدور مهم جدا في المسل انجري، وكمان في المسل جروث عموما، في الجروث بتاع المسل. طيب احنا دلوقتي كده شفنا الساركوليما اهو وشفنا من بره عليها الساتلايت سيلز، تعالوا بقى ندخل جوه المسل فايبر نفسها نشوف ايه اللي موجود جوه المسل فايبر نفسها. جوه المسل فايبر او جوه المسل سيل انا هلاقي ادي المسل اهي، وانا بصيت كده جواها لقيت فيه مسل فايبرز كتير. هاخد مسل فايبر واحده وهدخل جواها اشوف كده ايه اللي جواها. هلاقي فيها زي ما اتفقنا قبل كده، هلاقي فيها الساركوبلازم او السيتوبلازم، هلاقي فيها الاورجانيلز بتاعتها. طبعا خلي بالكم زي ما سميت السيل ممبرين ساركوليما هسمي كمان السيتوبلازم جواها ساركوبلازم. اوكي، وده مسمى تاني اللي هنغيره في حاله المصل. وهلاقي بقى جواها حاجات كتير، ميتوكوندريا ولايسوزومز وكلام كتير، بس يهمني فيه جدا حاجه اسمها المايو فايبرل. المايو فايبرل عشان ما حدش يتوه مني، انا عندي المسل فايبر دي السيل نفسها بتاعه المسل. اوكي، جوه المسل فايبر او المسل سيلز في حاجات كتيره موجوده، بس ما يميز المسل سيل وجود حاجه اسمها المايو فايبرل. المايو فايبرل بقى ليها شكل اسطواني زيه زي شكل المسل بالظبط، ولو بصينا عليها هلاقي برضو ان هي استريتد، او هي الاساس او هي السبب ان مديها شكل الاستريشنز. استريشنز الشكل المقلم او المخطط بتاع المسل. هتتكون المايو فايبرل دي من اكتن ومايوسن.
ما اعرفش انتوا خدتوا الكلام ده قبل كده ولا لا، بس احنا بنسمي الاكتين اللي هي الجزء اللايت باند، انتوا حتى هتشوفوا في الصوره كده باين ان الاكتين هي الرفيعه والمايوسين هي التخينه. بقول ان الاكتين هي الدارك، سوري الاكتين هي اللايت باند، بينما المايوسين هي الدارك باند. الاكتين هي اللايت والمايوسين هي الدارك. طيب تعالوا نقرب شويه اكتر ونشوف ايه اللي جوه المايوفايبرين دي، الاكتين والمايوسين، ايه اللي انا بتكلم عنه ده. تعالوا نقرب كده شويه ونشوف اللي احنا شايفينهم دول قريب اكتر. لما اجي اقرب بصوا هتلاقي ان الثيك فيلمنت هو المايوسين اللي هو الدارك باند اللي بيديني شكل الدارك باند، ده شكل المايوسين. بينما الاكتين هو عباره عن ان هو ثين فيلمنت خالص، رفيع خالص مقارنه بالمايوسين. بصوا كده هتلاقوا من ضمن الحاجات اللي بتميز المايوسين ان هي عندها حاجه اسمها كروس بريدجز، في كده زي رؤوس كده خارجين منها زي كباري، زي يعني خليني اقول لكم حاجه بتربط بينها وبين الاكتين. الكروس بريدجز دي بيكون ليها هيدز كده من فوق، والهيدز دي بتكون قادره انها تمسك في الاكتين. تعالوا نتكلم عن الاكتين. الاكتين زي ما انتم شايفين مقارنه بالمايوسين حجمه بيكون اقل، هو عشان كده بنسميه thin filament، وبيكون الاكتين بيتكون من صفين من البروتينز سب يونتس. بصوا الكور دي اللي هي البروتين سب يونتس، وبيكونوا الصفين دول ملفوفين على بعض twisted around each other، كانك جبتوا حبلين او خيطين ولفتوهم كده على بعض. ما يميز الاكتين ثلاث حاجات، اول حاجه واهم حاجه هو وجود حاجه على الاكتين اسمها البيندنج سايت او الاكتيف سايتس اللي بتقدر المايوسين تمسك فيها. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق المايوسين والاكتين عمل اماكن في الاكتين تقدر الكروس بريدجز بتاعت المايوسين تمسك فيها عشان يحصل مسل كونتراكشن. دي اول معلومه عن الاكتين. تاني معلومه ان انا هلاقي البندنج سايتس دي لو بصيتوا كده، يعني الصوره دي ما فيهاش بندنج سايتس، البندنج سايتس متغطيه، البندنج سايتس متغطيين بحاجه اسمها التروبومايوسين، ببروتين موجود على الاكتين اسمه تروبومايوسين. التروبومايسين اللي هو الخيط البينك كده اللي ماشي بارلل وقافل كل البندنج سايتس بتاعت الاكتين، هلاقي عليه من بره بروتين تاني اسمه تروبينين. اوكي خليني نقول الكلام ده بصوره مختلفه تاني عشان لو حد اتلخبط. انا بتكلم دلوقتي عن الاكتين فيلمنت، قلت ان هو بيتكون من صفين من البروتين سب يونتس كده بيكونوا twisted around each other، وهلاقي كل الاكتيف سايتس او كل البيندنج سايتس اللي موجوده على الاكتين في النورمال ستيت بيكونوا متغطيين، معظمهم يعني بيكون متغطي بحاجه اسمها التروبومايسين، بروتين اسمه تروبومايسين قافل البيندنج سايتس، والتروبومايسين بيكون موجود عليه اللي هي النقط الصفراء دي بروتين تاني اسمه التروبينين. خليني اقول لكم اكيد انتوا فهمتوا ان التروبينين والتروبومايسين بيقوموا بدور مهم جدا في المسل كونتراكشن، في الريجوليشن اوف المسل كونتراكشن. لان بمنتهى البساطه لو انا نجحت في ان انا اخلي التروبومايوسين يتحرك بعيد عن الاكتيف سايتس، على طول هتشوفها الكروس بريدجز بتاعت المايوسين وهيبدا هتمسك فيها وتبدا تحرك الاكتين زي ما هنشوف كمان شويه. اوكي يعني اللي انا بقوله ان انا هلاقي تو بروتينز موجودين على الاكتين، موجودين على الاكتين عشان ما حدش يتلخبط، اسمهم التروبونين والتروبومايسين. اللي قافل البيندنج سايت هو التروبومايسين، التروبونين موجودين فوق، موجود فوق التروبومايسين. النقطة دي واضحة؟ في حد متلخبط فيها؟ كمان يا دكتور النقطة دي واضحة يا دكاترة؟ تمام؟ أنقل على السلايد اللي بعديها؟ تمام. تمام. طيب دلوقتي أنا شفت الأكتين والمايوسين كده خلاص، فهمت ان الاثنين دول موجودين داخل المايوفايبر اللي موجودة جوه الماسل سيل نفسها أو الماسل فايبر نفسها. لو انا جيت بصيت على الارنجمنت بتاع الاكتين والمايوسين اوفر ايتش اذر، هلاقي ان هم بيدوني حاجه اسمها الساركوميرز. الصوره اللي انتم شايفينها فوق دي ده شكل من اشكال اللي انا خدت كده قطاع صغير من المايوفايبرل وحطيته تحت الميكروسكوب وشفت المنظر ده. اول حاجه هتلاقوا زي ما اتفقنا ان فيها اجزاء غامقه اللي هي الدارك باندز اهي، وفيها اجزاء فاتحه اللي هي اللايت باندز، وهتلاقوا في خطوط كده بيرمديكولار عليهم كان انا مقسمه الـ يعني مقسماهم كده حاجات بص بيرمديكولار عليهم. الخط الطولي ده او الخط العمودي عليهم هسميه الزد لاين. زي ما انتم شايفين ان الزد لاين لو احنا تخيلتوا الصوره دي متكرره اكتر من مره جنب بعض، فهتلاقوا ان انا عندي زد لاينز كتير. كل مسافه بين زد لاين والتانيه، يعني المسافه دي كده هسميها حاجه اسمها الساركومير. الساركومير هو ارينجمنت من الاكتين والمايوسين تحت بعضيهم، وعلى طول المايوفايبرل بيكون الساركوميرز دي متكرره، يعني المايوفايبرل بيتكون من ساركوميرز كتير جنب بعضيهم، كتير 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 جنب بعض.
اوكي. طيب لو انا بصيت جوه الساركومير هلاقي زي ما اتفقنا الاكتين والمايوسين، طبعا الازرق اللي هو التخين او السميك او الثيك ده هسميه المايوسين، بينما الاحمر الرفيع ده هسميه الاكتين. وهبدا ان انا اقسم الساركومير الى باندز، باندز يعني زونز، خليني ممكن نقولها بصوره زون يعني. طيب طبعا الجزء الفاتح ده خالص اللي هو فيه بس اكتين هسميه اي باند، الجزء الغامق اللي هو لحد كبير فيه اوفرلابنج بين الاكتين والمايوسين هسميه الاي باند، والجزء اللي فيه بس فقط مايوسين فقط هسميه الاتش زون. وفي بعض الكتب بتقول ان الخط اللي انتوا شايفينه ده كده هسميه الام لاين، بس يعني مش مكتوب عندكم فايتس اوكي مفيش مشكله. طيب خلينا نقول تاني اللي انا بقوله، انا بقول ان انا داخل المايوفايبرل هلاقي ان هو تكرار معين من الساركوميرز، الساركومير كل ساركومير حدودها الزد لاين ده والزد لاين ده. الساركوميرز بتتكون من اكتين وميوسين بيكونوا يعني محطوطين كده تحت بعضهم بارلل كده تو ايتش اذر، الازرق ده طبعا هو المايوسين والاحمر الرفيع خالص ده هو الاكتين. وهبدا ان انا اقسم الساركومير الى باندز، باندز يعني الجزء اللي فيه اكتين بس ده هسميه اي باند، الجزء اللي فيه اوفرلابنج بين الاكتين والمايوسين هسميه الاي باند، والجزء اللي فيه فقط المايوسين فقط اللي هو الجزء اللي في النص ده هسميه الاتش زون. احنا دلوقتي جوه المايوفايبرل اوكي، يعني احنا دلوقتي جوه الماسل فايبر جوه المايوفايبرل، معلش احنا هنطلع لبره شويه، سيبوا بقى المايوفايبرل وتعالوا نطلع لبره شويه كتير كده هوت بره خالص خالص لغايه لما نوصل عند الساركوليما تاني او السيل ممبرين تاني بتاع الماسل فايبر كلها زي ما انتم شايفين كده في الصوره دي. الاحمر ده هما المايوفايبرلز اوكي، الاحمر ده هو المايوفايبرل ودي صوره للماسل سيل نفسها او الماسل فايبر، ده الساركوليما بتاعها اللي هو السيل ممبرين بتاعها. لو انا جبت قشرت كده السيل ممبرين او الساركوليما بالراحه خالص هلاقي حاجه شبكه كده سبحان الخالق العظيم ماشيه بارلل للمايوفايبرل، الشبكه دي بصوا اللي هي عامله كده هو دي، وهسميها الشبكه دي هسميها الساركوبلازميك ريتيكولوم. خلي بالكم ان الساركوبلازميك ريتيكولم انا ممكن اشير ليه بان هو الاستورج او وحدات الاستورج يونتس بتاعت الكالسيوم، في حاجه عندي اسمها كالسيوم طبعا انتوا عارفينها، الكالسيوم دي بتقوم بدور مهم جدا 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 في الماسل كونتراكشن. بتخزن فين الكالسيوم ده؟ داخل الخليه، بتخزن في الساركوبلازميك ريتيكولم. خلي بالكم ان زي ما انتوا شايفين الساركوبلازميك ريتيكولم ماشي بارلل، هي شبكه كده ماشيه بارلل مع المايوفايبرل داخل الماسل سيل او داخل الماسل فايبر. طيب الساركوبلازميك ريتيكولم زي ما انتم شايفين في اجزاء كده بتكون، او خلينا دي نقولها بعدين عشان ما تلخبطوش. طيب الساركوبلازميك ريتيكولم زي ما انتم شايفين في حاجات ثانيه كده بتقطعه، خلينا نشوف الصوره بتاعتها بصوره اوضح اهي، في اجزاء ثانيه كده بتقطعه بيرمديكولار عليه، ادي شكلها في الصوره اهو الاجزاء دي كده اهوت، اسمها التي تيوبولز او الترانسفيرس تيوبولز. الترانسفيرس تيوبولز دي تيوبول تصغير تيوب، وتيوب يعني انبوب، فدي انابيب صغيره خالص 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 بتكون ممتده من الساركوليما من بره خالص السيل ممبرين بتاع المسل فايبر الى لغايه داخل الخليه كلها. خلينا كده نشوف الصوره اعم شويه، ادي اهو ادي ده الساركوبلازميك ريتيكولم وبتقطعه بيربنديكولار عليه التي تيوبولز. بصوا التي تيوبولز عباره عن انابيب رفيعه خالص بتقطع الساركوبلازميك ريتيكولم، وهلاقي كمان الاجزاء اللي محاوطه بالتي تيوبولز من الساركوبلازميك ريتيكولم منتفخه شويه عن بقيه الاجزاء بتاعه الساركوبلازميك ريتيكولم وهسميها التيرمينال سيسترناي. ادي اهو الاجزاء دي اللي هي اللي حوالين التيبيولز، يعني ادي التي تيبيولز اهي الفتحات دي وممتده داخل الخليه بتحيط بيها اجزاء من الساركوبلازميك ريتيكولم هسميها التيرمينال سيسترناي، وبقيه الساركوبلازميك ريتيكولم عادي مكمل بقى بارلل عادي حوالين المايوفايبرل او حوالين يعني من جوه بقى حوالين المايوفايبرلز كلهم. بكرر تاني الساركوبلازميك ريتيكولم هو الستورج يونتس بتاعت او اماكن التخزين بتاعت الكالسيوم، بينما التي تيوبولز هيجي دورها كمان شويه صغيرين خالص هنتكلم عنها واقول لكم بتعمل ايه. طيب في حاجه بقى انتوا اكيد خدتوها من اول الترم انتوا بتتكلموا فيها اللي هي اسمها اللينك او الجنكشن اللي حاصل بين المصل وبين النيرف. نيورو بتمثل كلمه نيرف، بينما ماسكيلر بتمثل مصل، اذا هو الجنكشن او هو الربط ما بين النيرف وما بين المصل. انتوا اكيد خدتوا الكلام ده في المحاضرات اللي فاتت، خدتوا ايه؟ انا قصدي خدتوا ان في حاجه عندي اسمها نيورون، عموما النيورون دي اللي هي النيرف سيل ازهول اللي بتتكون من سيل بادي وبتتكون من اكزون. السيل بادي ده دايما بيكون داخل الاسباينال كورد او في الهاير سنترز، بينما الاكزون بتاعها هو اللي بيكون خارج بقى
وبيروح ناحية المكان اللي فيه اكشن. انا هنا بتكلم عن النيورونز اللي بتغذي المسل فايبرز، هسميها موتور نيورون. موتور لان هي النيورونز اللي بتديني الموتور، يعني موتور حركة اللي هي الحركية. اوكي طيب، يبقى لما اجي اقول كلمة موتور نيورون انا اقصد بيها النيورون اللي مسؤول ان هو بيروح يغذي مجموعة من المسل فايبر. طيب وكل ده اللي هو الموتور نيرون والمسل فايبر اللي بيغذيها هسميه الموتور يونت، كل ده اسمه موتور يونت. وخلي بالكم ان كل موتور نيرون مسؤول عن تغذية عدد معين من مسل فايبرز، مش كله، مش يعني مش كل موتور نيرون واحد بيدي مثلا العضلة كلها، لا كل موتور نيرون واحد بيدي مجموعة من المسل فايبرز. شوفوا الدقة، يعني سبحان الخالق العظيم. طيب وطبعا اي ستيميليشن للموتور نيرون بيبدأ يخلي العضلة تنقبض، الكونتراكشن بتاع المسل سيل تحصل وتبدأ المسل عموما يحصل فيها كونتراكشن. طيب تعالوا كده نشوف الجزء ده، نكبره كده شوية، اللي هو الجنكشن بين الاكسون نفسه بتاع الموتور نيرون وال muscle fiber. ادي شكل الرسمه بالظبط، او ادي الشكل. اول حاجه خالص هنلاحظها، هنلاحظ ان المكان سبحان الخالق العظيم اللي من الساركوليما او من السلمبرين اللي بيقرب منه الاكزون هيبقى عامل زي الباكت، هيبقى عامل زي الجيب كده، يعني داخل لتحت كونكيف شويه، عامل زي تجويف كده. وهاطلق عليه نتيجه شكله المميز جدا هسميه الموتور اند بليت. يبقى لما اجي اقول لك ايه هو الموتور اند بليت هتقولي ده المكان اللي هو الجنكشن ما بين الساركوليما والاكزون بتاع النيورون، بسميه الموتور اند بليت. دي اول معلومه هناخد بالنا منها، ان هي عامله زي الكونكيف سيرفيس كده شويه، او داخله لجوه كده بشكل او باخر. دي اول حاجه. تاني حاجه هنلاحظ ان الاكزون مش لازق في الساركوليما، في مكان او في مسافه فاضيه صغيره خالص خالص، هرمز ليها بكلمه كليفت. كليفت يعني شق، من كتر ما هي صغيره خالص خالص خالص. بما ان انا قلت عليها كليفت يعني شق، وبين هي بين النيرف والمصل، فهنسميها نيورو ماسكولار كليفت، او في بعض الناس بتقول عليها سينابتيك كليفت عموما، اللي موجوده في اي مكان في البادي بتاعنا. يبقى ده هسميه النيورو ماسكولار كليفت، وقلنا كليفت يعني شق. من المفترض ان لما الامبلس بتيجي من الموتور نيرون وبتمشي في الاكزون لغايه لما توصل في المصل، اللي بيحصل او اللي بيوصل ما بين الاكزون والساركوليما حاجه اسمها اسيتايل كولين، بيحصل افراز لحاجه بتتفرز في السينابتيك كليفت ده اسمها اسيتايل كولين، واكيد انتوا خدتوها في الاكشن بوتنشال. بتيجي الاسيتايل كولين تتفرز في المكان ده، وبيكون ليها بصوا الحاجات الصغيره، الشجر الصغير ده اللي هي مقصود بيها الريسبتورز يعني بتاعه الاسيتايل كولين. وسبحان الله اول ما الاسيتايل كولين يمسك في الريسبتورز بتاعته بتبدا على طول تتغير البيرميابيليتي بتاعه الساركوليما، ويحصل حاجه اسمها الاند بليت بوتنشال، وتبتدي الاكشن بوتنشال توصل جوه المصل والامبلس توصل جوه المصل، ويحصل تغييرات طبعا كبيره في المصل. وانتوا عارفين ان الاند بليت بوتنشال لما بيوصل لازم يكون قادر او كافي ان هو يعمل المسل كونتراكشن، يعني اول اور نان، يا اما يعمل كونتراكشن يا اما ما يعملش. طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ خليني اقول لكم ان المسل كونتراكشن لو انا جيت اتكلم عنها هشرحها بصوره حاجه اسمها السلايدنج فيلمنت. سلايدنج يعني ايه سلايدنج؟ سلايد يعني حاجة بتتحرك اوفر حاجة تانية، زي الابواب السلايدنج مثلا، اللي هي الابواب اللي بتفتح كده تتحرك حوالين بعضيها، تمشي بعيد كده وتقرب تاني من بعض، سلايدنج. اوكي فاذا لما اجي اقول لك كلمة سلايدنج فيلمنت موديل اوف كونتراكشن، ده مقصود بيها اللي بيحصل ديورنج المسل كونتراكشن، ان هو فعلا بيحصل بالظبط سلايدنج. خليني اقول لكم ايه اللي بيحصل. احنا اتفقنا خلاص ان داخل المسل فايبر في مايوفايبرل، المايوفايبرل جواها في اكتين، وطبعا ده المايوسين اللي هو التخين ده، والرفيع ده هو الاكتين، والشكل اللي هو البيرمديكولار عليهم ده بسميه الزد لاين. اتفقنا ان المايوسين عنده مايوسين هيدز، والمايوسين هيدز دي بشكل او باخر بتكون قادره انها تمسك في البندنج سايدز بتاعتها في الاكتين، يعني بتكون دايما موجهه ناحيه الاكتين. المايوسين فيلمنت بتبدا لما تمسك في الاكتين تزق الاكتين towards الميد بوينت بتاعه الساركومير، يعني لو انا مثلا هتكلم على الناحيه بتاعه المايوسين اللي هنا، هتبقى هتمسك في الثين فيلمنت او الاكتين ده وتحركه في اتجاه الاتش زون. فاكرين لما كنا بنتكلم على الاتش زون؟ خليني كده نفتكر عشان لو حد اتلخبط، لحظة واحدة اهي. اوكي اهو، ادي هتمسك الميوسين في الاكتين وتبدا تحركه في اتجاه الاتش زون، يعني هتعمل له سلايدنج، هيبدا اتجاه الاكتين هيكون تووردز الميد بوينت بتاعه الساركومير، فيبدا يحصل سبحان الخالق العظيم سلايدنج بين الاكتين والميوسين، وتبدا الزد لاين او الزد ديسك دي تصغر، او الساركوم المسافه بين تو زد لاينز او زد ديسكس تصغر، فبالتالي المسافه بتاعت كل ساركومير يصغر، فعلى مستوى المايوفايبرز كلها وعلى مستوى المسل فايبرز كلها تقصر، فبالتالي المسل كلها هتقصر. طيب زمان
يعني من حوالي 10 سنين كده مثلا، كنا بنقول خلي بالكم ان دايما الاكتين والمايوسين مش ماسكين في بعض، ده هو بس المايوسين بيمسك في الاكتين during الكونتراكشن. لكن بعد كده ظهرت ابحاث كتيره، حتى انتوا لو عملتوا سيرش هتلاقوا ان الحاجات القديمه فعلا بتقول ان مفيش بوند بينهم، بينما الحاجات الجديده بتقول لا، هو في الواقع ان دايما بيكون في ربط بين المايوسين وبين الاكتين، بس بتختلف. ساعات بيكون في ويك بوند وبيكون في سترونج بوند. السترونج بوند دي دايما موجوده ديورنج المسل كونتراكشن، بينما الويك بوند دي بتكون موجوده عادي في الريستنج ستيت. لكن خلي بالكم مش هينفع يحصل مسل كونتراكشن الا لو البوند اللي بين الاكتين والمايوسين كانت سترونج بيندنج بوند، او سترونج كانوا في حاله السترونج بيندنج ستيت. طيب طبعا زي ما احنا قلنا ان السترونج بيندنج ستيت بتتيح للمايوسين ان هو يشد الاكتين towards الميد لاين او towards الميد بوينت بتاعه السركومير. طيب البولينج اوف اكتين على المايوسين ده هو اللي زي ما اتفقنا بيعمل المسل شورتنينج ويبدا يعمل الفورس، بقى انا عايز اشيل حاجه او عايز اتحرك او وات ايفر يبدا الفورس. دكتور نعم حضرتك ممكن تجيبي بس تاني اللي هي بتاعت الويك سترونج، اللي هو بتاعت ايه؟ معلش علي صوتك. الويك سترونج اللي هي حاضر البوند بينهم. مفيش مشكلة خالص. طيب أنا هقول إن العلاقة بين الأكتين وبين الميوسين بتمر ب يعني إيه، ليها حالين، في حالة بتكون فيها ويك وحالة بتكون فيها سترونج. الناس أو الأبحاث الحديثة كلها بتقول إن الويك بوند دي اللي بتحصل عادي، اللي هي موجودة على طول، لكن السترونج بوند يعني إن بتمسك الميوسين في الأكتين بصورة سترونج، دي بتحصل during المسل كونتراكشن. وخلي بالكم مش هيحصل أبدا مسل كونتراكشن إلا لما يكون الوضع بين الاكتين وبين الميوسين سترونج، يعني البوند بينهم تكون سترونج بوند عشان تكون كافيه ان الميوسين يبدا يعمل الانجولر موفمنت وينجح ان هو يشد الاكتين towards الميد بوينت بتاعه السركومير. اوكي تمام يا دكتور. تمام. طيب وزي ما احنا اتفقنا طبعا ان البولينج بتاع الاكتين اوفر الميوسين، لما الميوسين بينجح ان هو يحرك الاكتين towards الميد بوينت بتاعه السركومير، بتبدا المايوفايبر نفسها تقصر على مستوى الماسل فايبر نفسها، بتقصر على مستوى الماسل نفسها كلها بتقصر، ببدا ان انا اعمل الاكتيفيتي اللي انا طالباها او اللي جسمي محتاج. طيب فده هيديني حاجه اسمها تيرم كده هتلاقوه كتير جدا اسمه الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج. Excitation contraction coupling ده بيوصف كل الايفنتس او كل الاحداث اللي بتحصل داخل العضله من اول ما النيرف امبلس توصل لغايه الساركولمه من بره، لغايه لما الاكتين والمايوسين يعملوا سلايدنج على بعض وانجح ان انا اعمل muscle shortening او muscle contraction. يبقى لما اجي اتكلم زي من اسمها كده excitation contraction coupling، دي انا معناها او انا بوصف بيها كل الايفنتس اللي بتحصل سبحان الله بترتيب رباني ورا بعضيهم، من اول ما النيرف امبلس او من اول ما الاكشن بوتنشال توصل للساركوليما اللي هو السيل ممبرين بتاعت المصل من بره، لغايه لما الميوسين تنجح ان هي تعمل سلايدنج في الاكتين ويحصل مصل contraction او مصل shortening، اسمه excitation contraction coupling. طب هو يعني مبدئيا كده هو يعني دلوقتي الميوسين بيقوم بمجهود لان هو بيمسك في البندنج سايتس بتاعه الاكتين وبيبدا يحرك الاكتين بصوره او باخرى. طيب بيجيب الانرجي دي منين؟ بيجيب الانرجي اكيد من الاي تي بي، اللي انتوا عارفين طبعا ده مصدر مهم جدا من مصادر الانرجي عندنا في البادي بتاعنا. طيب يعني طيب احنا انتوا عارفين ان الاي تي بي عشان يطلع انرجي لازم يتم تكسيره او يتم يحصل له هيدرولايزيشن لاي تي لاي دي بي وفوسفيت. فسبحان الخالق العظيم بلاقي ان عند الراس بتاعه الميوسين، خلينا كده نفتكر لو انتوا فاكرين الهيد بتاعه الميوسين، عند الراس بتاعه الميوسين بلاقي في بروتين موجود اسمه ميوسين اي تي بيز. خليني افكركم كده بالشكل بس عشان ممكن يكون حد اتلخبط. ادي اهو الصوره اهي، بصوا عند الراس بتاع الهيد اللي هي خلاص بتقرب تعمل اتاتشمنت عند على الاكتين، بيكون في عندي انزيم سوري بروتين اسمه مايوسين اي تي بيز. المايوسين اي تي بيز ده بيكون قادر على ان هو يكسر الاي تي بي الى اي دي بي وفوسفيت. نتيجه تكسير الاي تي بي الى اي دي بي وفوسفيت، المايوسين الهيد بتاعه المايوسين بتقدر ان هي تعمل اتاتشمنت في البندنج سايت وتقدر تعمل الانجولر موفمنت. وان شاء الله فكروني بس باذن الله في اخر محاضره في فيديو كده هيلخص كل الكلام اللي انا بقوله ده، عشان لو في حد في حاجه قدامه مش واضحه يعني او مش متخيله. اوكي دكاتره يبقى خلي بالكم عشان ما تتلخبطوش. البروتين الموجود على المايوسين هيد اسمه مايوسين اي تي بيز، بينما الاثنين بروتينز اللي كانوا موجودين على الاكتين كانوا الترابنين والتروبومايسين،
عشان ما حدش يتلخبط، يبقى تروبين وتروبومايوسين دول موجودين على الاكتين، بينما المايوسين موجود عليها المايوسين اي تي بيز اللي هو قادر ان هو يكسر الاي تي بي الى اي دي بي فوسفات ويطلع انرجي اللي بتكون بتديله او بتديله امكانيه ان هو يمسك في البندنج سايت او الاكتيف سايت بتاعه الاكتين ويعمل الانجولر موفمنت عشان ينجح ان هو يعمل المسل كونتراكشن. Regulation of excitation contraction coupling. طيب تعالوا بقى نبدا كده يعني نفتكر كده احنا قلنا ايه من الاول خالص. احنا قلنا ان انا عندي في نيرف بيعمل جانكشن مع مجموعه معينه من المسل فايبر وبتبدا ان هو يفرز استايكولين. يعني اذا اول حاجه خالص عشان يحصل مسل كونتراكشن بتبدا لما النيرف امبلس توصل عند النيوروماسكولار جانكشن، بتبدا النيرف يفرز الاستايكولين وتوصل خلاص عند الموتور اند بليت وتبدا تعمل بيندنج مع الريسبتورز بتاعتها، فبيبدا نتيجه لده يحصل ديبولاريزيشن للمسل. طيب الديبولاريزيشن ده لما هيدخل هيدخل عن طريق مين؟ يعني مين اللي هيوصل او هيمشي فين الديبولاريزيشن ده؟ هيمشي في الحاجه اللي احنا قلناها في البدايه خالص اللي هي التي تيوبولز لو انتوا تفتكروا. طيب خلينا كده اوريكم الصوره علشان ما تتلخبطوش. فاكرين احنا قلنا ان انا عندي في حاجه اسمها سيركوبلازميك ريتيكولم وفي حاجه اسمها التي تيوبولز، ادي اهو كده، ادي دي التي تيوبولز لما قلنا ان هي فتحه موجوده من السيركولما من بره خالص وبتمشي اول اوفر المسل فايبر. بقول ان الديبولاريزيشن هيوصل عن طريق التي تيوبولز لغايه جوه المسل فايبر، وهيوصل لمين؟ اهم حاجه عندي هيوصل للكالسيوم ستورج يونتس او هيوصل للساركوبلازميك ريتيكولم اللي انتم شايفينه ده. نتيجه لده الساركوبلازميك ريتيكولم هيبدا يطلع الكالسيوم، واحنا اتفقنا ان الكالسيوم بيقوم بدور مهم جدا جدا في الكونتراكشن بتاع المسل. تمام اهو تمام. طيب انا عايز اقول لكم برضو على معلومه تانية، ان الكالسيوم احنا قلنا لغايه دلوقتي حاجتين بتقوم بدور مهم جدا في الكونتراكشن بتاعه المسل، انتوا اكيد فهمتوا ان في لينك بينهم. قلت اول حاجه خالص الكالسيوم اللي موجود في الساركوبلازميك ريتيكولم، وقلت الحاجه الثانيه قلت التروبينين والتروبومايسين برضو بيقوموا بريجوليشن، فاذا في لينك ما بين الكالسيوم وبين التروبينين او التروبومايسين. انا هقول لكم ان فعلا الكالسيوم اول لما بيخرج من الساركوبلازميك ريتيكولم بيروح على طول على التروبينين، يمسك في التروبينين. نتيجه مسكه الكالسيوم في التروبينين بتبدا التروبينين تسحب التروبومايسين، تتحرك حركه بسيطه وتكشف البيندنج سايت. اوكي وهنتكلم عليها تاني النقطه دي، يعني بس مبدئيا كده هو نعرفها بصوره عامه. يبقى انا بقول ان في البدايه خالص بيحصل اكشن بوتنشال بيوصل للمسل، بيمشي عن طريق التي تيوبولز لغايه لما يوصل للساركوبلازميك ريتيكولم. الساركوبلازميك ريتيكولم تبدا تطلع كالسيوم، الكالسيوم يجري يروح لصديقه الصدوق التروبينين، يمسك في التروبينين، والتروبينين احنا لو تفتكروا قلنا ان هو موجود على التروبومايسين. فنتيجه البيندنج بين الكالسيوم والتروبينين التروبومايسين هيتحرك شويه فهيكشف البيندنج سايتس او الاكتيف سايتس بتاعه الاكتين، فهتنجح الكروس بريدجز بتاعه المايسين ان هي تمسك فيه. كلام كتير قوي قوي قوي، الفيديو هيوضح ده كله ان شاء الله وهيخلي الموضوع ده كله باذن الله مترابط لو حد تاه مني او حاجه. طيب اذا اعرفوا لي بس كده هو لغايه دلوقتي ان الاكشن بوتنشال بيمشي عن طريق التي تيوبولز، بيروح للساركوبلازميك ريتيكولم يطلع الكالسيوم، الكالسيوم بيروح يمسك في التروبينين، التروبينين والتروبومايسين اللي هم مسؤولين ان هم يعملوا ريجوليشن اوف المسل كونتراكشن. ادي الصوره اهي تاني كويس ان هي جت اهي، ادي المفروض ان الكالسيوم هي يمسك في التروبينين. نتيجه مسكه الكالسيوم في التروبينين هتتحرك التروبومايسين اللي هو الخيط البينك ده، هيتحرك وهيكشف البيندنج سايت، فبالتالي المايوسين هيكون قادر او المايوسين هيدز هتكون قادره انها تمسك في البيندنج سايت وتعمل الانجولر موفمنت، فبالتالي يحصل مسل كونتراكشن. حد متلخبط؟ اعيد الجزء ده تاني. تمام. خلي بالكم ان زي ما اتفقنا ان في العادي او في الريستنج ستيت زي ما قلنا ان التروبومايسين بيقفل الاكتيف سايتس اللي موجوده على الاكتين موليكيول. وخلي بالكم برضو ان الجزء من السيتوبلازميك من سوري الساركوبلازميك ريتيكولم اللي بيطلع الكالسيوم هو اللي بسميه التيرمينال سيسترناي لو تفتكروا، اللي هو كان الجزء المنتفخ اللي بيحيط بالتي تيوبولز. في العادي من المفترض في الريستنج ستيت المفروض ان الكالسيوم اماونت في الساركوبلازم يكون قليل، لكن سبحان الله ديورنج اول ما بيوصل النيرف امبلس وبيحصل اكشن بوتنشال في المسل بيبدا الكالسيوم يزيد او بيبدا الكالسيوم يحصل له ريليزنج من الساركوبلازميك ريتيكولم ويبدا يمسك في التروبينين. طيب
احنا اتفقنا ان الكالسيوم هيمسك خلاص في التروبينين، فبالنتيجه لكده هيعمل بوزيشن تشينج. بوزيشن تشينج انا اقصد بيها ان هو هيحرك التروبومايوسين من على البيندنج سايتس، فتكون مكشوفه للمايوسين كروس بريدجز. فبيقول بعد كده، هو هتلاقوا عندكم في كتاب لافز كوكد، كوكد يعني ان المايوسين كروس بريدجز نتيجه الكشف بتاع البيندنج سايتس الموجوده على الاكتين هتقدر ان هي تستهدف، او خليني اقول لكم يتنشن يعني على البيندنج سايت، ويبدا يحصل المايوسين كروس بريدج اللي هي تمسك خلاص في الاكتين، ويبدا ان هي تعمل انجلر موفمنت، ويبدا يحصل شورتنج في المسل فايبر كلها. في صوره تانية برضو اهي بتوضح شويه الموضوع من الاول خالص. بصوا ادي خالص من الاول الاكشن بوتنشال هيمشي من النيرف لغايه لما يوصل على السيل ممبرين او على الساركوليما بتاعه المسل من بره. طيب وبعدين هيجي هنا هو عندي ده نيورو ماسكولار جانكشن، ادي الاستايل كولين هيتفرز وهيبدا ينزل عن طريق التيوتيوبولز لغايه لما يوصل في الساركوبلازميك ريتيكولم. الساركوبلازميك ريتيكولم هتطلع الكالسيوم، الكالسيوم هيروح يمسك في التروبينين، نتيجه مسكه الكالسيوم في التروبينين او اللينك اللي حاصل بين الكالسيوم والتروبينين التروبومايسين هتتحرك من مكانها وهتكشف البيندنج سايتس الموجوده على الاكتين. طيب نتيجه لده هيبدا يحصل الانجولر موفمنت بتاعه المايوسين او السلايدنج على السلايدنج بتاع الاكتين على المايوسين، فبالتالي المصل كلها هتقصر زي ما انتم شايفين، وعلى مستوى المصل كلها يعني على مستوى المصل فايبر الواحده هتقصر، فعلى مستوى المصل فايبرز كتير parallel to each other تبدا المصل كلها از هول تبدا ان هي تحصل فيها شورتنج ويحصل كونتراكشن. طيب في بس نقطه في غايه الاهميه. طيب احنا اتفقنا ان في بروتين عندي اسمه مايوسين ATPase، ده موجود عند الهيد بتاعه المايوسين، وانا قلت لكم ان سوري اسفه موجود عند الهيد بتاعه المايوسين، وقلت لكم ان المايوسين اي تي بيز بيكسر الاي تي بي الى اي دي بي وفوسفات عشان يدي المايوسين القدره ان هو او الانرجي عشان يمسك في البيندنج سايت ويبدا يعمل الانجولر موفمنت عشان يحصل سلايدنج. طيب دلوقتي خلاص اللي احنا فاهمينه ان المايوسين نجح ان هو يمسك بيندنج سايت معينه وحركها. طب ما هو في بيندنج سايتس كتيره، مش انا بقول لكم بيندنج سايتس، انا ما قلتش مكان واحد بس بيمسك فيه ويخلص، لا ده في بيندنج سايتس كتيره. ايه اللي بيخلي المايوسين او المايوسين هيد تسيب البندنج سايد وتمسك في بندنج سايد تاني؟ الدراسات والابحاث اثبتت ان اول لما الاي تي بي بيتكسر الاي تي بي فوسفات ويطلع انرجي وخلاص والانجلر موفمنت حصلت، اللي بيخلي المايوسين يسيب من المكان ده ان هو بيجي له فريش اي تي بي. يبقى خليني اقول لكم يعني الموضوع بيبتدي اول حاجه خالص بيجي فريش اي تي بي عند المايوسين هيد، تيجي المايوسين اي تي بيز تكسرها الى اي دي بي وفوسفات وخلاص تحصل الانجولار موفمنت، تيجي فريش اي تي بي تاني. نتيجه ان بتيجي فريش اي تي بي اللي هو وجود الفريش اي تي بي بيخلي المايوسين هيد تسيب البندنج سايت وبعدين تتكسر تتحول لاي دي بي وفوسفات، فالنتيجه لده تمسك المايوسين هيد في مكان تاني وهكذا. القصه دي بتحصل لغايه امتى يعني للابد مثلا ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا هتحصل لغايه لما الاي تي بي يخلص يعني يحصل فتيج في المصل، او لغايه لما الكالسيوم نفسه يقل، وده بيحصل نتيجه لما المصل لما النيرف امبلس نفسها بتنتهي. يبقى عندي تو فاكتورز هيخلي القصه اللي انا بحكي فيها دي تخلص. اول حاجه خالص ان الاكشن بوتنشال نفسه يخلص، يعني خلاص الامبلس خلصت، خلاص الاستايل كريم ما بقاش موجود، خلاص الدنيا هديت خلاص. دي اول نقطه. اول حاجه الثانيه ان ممكن يحصل ان الاي تي بي ينفذ من المصل وبالتالي المصل هتدخل عندي في مصل فتيج. ادي تاني شكل الصوره اهو، ادي المايوسين اهو كروس بريدج، بصوا اهو هنا طبعا في المايوسين اي تي بيز بتتكسر الى اي دي بي وفوسفيت، وبعدين المفروض ان هنا كده ادي اهو مسكت في البندنج سايت والانرجي ريليز وبدات ان هي بصوا تتحرك انجولر موفمنت. وجود الفريش اي تي بي زي ما انا قلت لكم عفوا هيخلي المايوسين هيد تسيب البندنج سايت اللي هي ماسكه فيها، ولما تبدا تتكسر الاي تي بي دي الى اي دي بي وفوسفيت هتخلي البندنج المايوسين هيد تمسك في بندنج سايت او تمسك في اكتيف سايت تاني، وهيبان برضو ده كله ان شاء الله في الفيديو. احنا اتفقنا ان خلاص الكلام ده كله بيمتد لغايه لما النيرف امبلس تنتهي او لغايه لما خلاص القصه يعني خلاص الاكشن بوتنشال خلص. طيب بنحصل بيعمل ايه؟ طيب احنا قلنا ان العمل اصلا كل ده وان الكالسيوم لما مسك في التروبينين، فنتيجه لده ان التروبومايسين اتحركت فالاكتيف سايت ظهرت. طيب يبقى انا لو لميت الكالسيوم ده، لو رجعت الكالسيوم في الساركوبلازميك ريتيكولم، التروبينين او التروبومايسين هيرجع تاني لمكانه وخلاص، والاكتيف سايتس هتستخبى وخلاص الدور بتاع المايوسين هيد مش هتلاقي حاجه تمسك
فيها فالكونتراكشن هيقف. ففعلا ده اللي بيحصل. بقول ان في حاجه في السيركوبلازميك ريتيكولم اسمها الكالسيوم بامب. الكالسيوم بامب دي بتبدا ان هي تسحب الكالسيوم تاني داخل السيركوبلازميك ريتيكولم، وبان الكالسيوم بيسيب التروبينين ويروح للسيركوبلازميك ريتيكولم، الاكتيف سايتس بتتغطى وخلاص، المايس مش بتلاقي حاجه تمسك فيها، فبالتالي الكونتراكشن بيخلص. اوكي يا دكاتره، بصوا برده في صوره تانية اهي كده، ادي اهو، ادي الصوره برده اهي. احنا قلنا ادي تي تيبيولز اهو، وبعدين الكالسيوم بتمسك بيرجع تاني داخل السيركوبلازميك ريتيكولم، فالكونتراكشن بينتهي. خليني بس اوريكم الفيديو عشان لو في حد في حاجه مش واضحه قدامه. هو لغايه دلوقتي كده في حد مش فاهم حاجه، ولا اجل الكلام لغايه بعد الفيديو؟ في حد مش فاهم حاجه يا دكاتره؟ تمام. طيب بصوا بقى، اول حاجه خالص في الفيديو، الفيديو واضح عندكم شايفينه؟ الفيديو واضح وشايفينه؟ تمام. طيب بسم الله، اول حاجه خالص اهو، اول حاجه خالص هو مسك السكيلتال ماسل اهو. بصوا ادي دي كلها السكيلتال ماسل، كلها السكيلتال ماسل بتتكون من مجموعه من الماسل فايبرز ماشين، زي ما احنا اتفقنا هم سلندريكال ماشين بطول الماسل كلها. وهيبدا ان هو يطلع ماسل فايبر واحد، طبعا دي البندل اللي احنا قلنا عليها اللي بتحيطها البريميديوم لو تفتكروا، او لما قلنا ان هي كل مجموعه من البندلز فاكرين بتحيطها البريميديوم. بصوا بس عشان ما تتلخبطوش اللي من بره خالص ده لو تفتكروا احنا قلنا ان اسمه الابيميزيوم، وبعدين كل مجموعه من البندلز او الحزم بيطيح بي بي بيحيط بيهم عفوا البريميزيوم، وكل ماسل فايبر واحده بس بتحيط في بيها مين؟ الاندوميزيوم. طيب هيبدا يطلع لنا بقى ماسل فايبر واحده ويشرح لنا بقى ايه اللي هيحصل. بصوا ادي ادي اهي ماسل فايبر اللي احنا قلنا زي ما اتفقنا ممكن نقول عليها ماسل فايبر او ماسل سيل. طيب المسل سيل، انت خدتوا بالكم من الحاجات الموف اللي كانت على بر على البره من المسل فايبر؟ استنوا كده ارجعها لكم تاني. ادي الحاجات الموف دي، طبعا دي كانت مين؟ مين فاكر دي كان اسمها ايه؟ مين فاكر؟ ساتلايت سيلز. ايوه تمام احسنت، كان اسمها ساتلايت سيلز اللي اتفقنا ان هي مسؤوله او ليها دور مهم جدا في المسل جروث والمسل ريبير، ساتلايت سيلز. شكرا يا دكتور. طيب تعالوا بقى ندخل خالص ونشوف بقى الجنكشن بين النيرف وبين المسل. ادي هو ده النيورون، ده طبعا النيورو ماسكولار جنكشن زي ما انتم شايفين، وهتبدا النيرف امبلس ان هي توصل عن طريق الريليز بتاع الايه الاستايل كولين. تعالوا نشوف برده كده من بره، هيبدا يدخل اهو وهيورينا. بس الاول ان في عندي حاجه اسمها داخل المسل فايبر اسمها المايوفايبرل. داخل المسل المايوفايبرل في ساركوميرز اللي هي اجزاء من الساركوميرز كده ماسكه جنب بعضيهم، ساركوميرز كتير. ساركوميرز فيها ثيك فيلمنت اللي هو الاكتين، الثين فيلمنت اللي هو الاكتين، وبيبدا يحصل سلايدنج. بصوا ده السلايدنج، نتيجه السلايدنج ده بتبدا المسل فايبر تطول او تقصر او المايوفايبرل. ده شكل المايوسين، بصوا عنده هيدز كده كتير اهو. اوكي طبعا ده الام لاين كنت بقول لكم عليه، يعني مش مشكله هو بيكون في منتصف الاتش زون، وادي ده الاكتين اللي هو الثين فيلمنت، ودول الاثنين زد لاينز. تمام. طيب هو بيورينا تاني السلايدنج فيلمنت بتحصل ازاي، السلايدنج اوف الاكتين اوفر المايوسين، وان زي ما اتفقنا ان بيحصل شورتنج في الـ يعني خليني اوريكم تاني الجزء ده معلش. بصوا بيحصل شورتنج زي اهو كده، خلاص ده كده ديورنج ريست. ثانيه واحده اهو، ادي الكونتراكشن اهو، ان بيحصل المسافه بين الاثنين زد لاينز بتقل، فبالتالي بيحصل كونتراكشن على مستوى المايوفايبرل، على مستوى المايوفايبر وعلى مستوى المصل نفسها نتيجه السلايدنج اللي حصل من الاكتين اوفر المايوسين. طيب تعالوا نكمل. طيب ايه اللي بيحصل؟ ادي المايوسين بتمسك في البندنج سايتس بتاعتها اللي موجوده على الاكتين، طبعا دي المايوسين اوكي او المايوسين، ودي الاكتين اللي هي بتكون عباره عن زي ما اتفقنا صفين من البروتينز سب يونتس بيكونوا تويستد اوفر ايتش اذر، وبيبدا تعمل حاجه اللي اسمها المايوسين كروس بريدج اللي هي الماسكه اللي بتحصل بين المايوسين وبين الاكتين. ادي كروس بريدج حصلت اهي، تمام،
وبتبدا، بصوا الحركه دي هي الانجولار موفمنت اللي كنت بقول لكم، وبعدين بتسيب وبترجع تمسك في بيندنج سايد تاني وتحرك. اوكي ادي اهو، ادي المايسن وادي الاكتين، ده السلايدنج اوف الاكتين اوفر المايسن. طيب تعالوا ندخل جوه اكتر، ادي الجزء بتاع الاي تي بي. وجود الفريش اي تي بي او الاي تي، خلينا نبدا من العكس، الاي تي بي لما بيتكسر الاي دي بي وفوسفات بيخلي على طول المايوسين هاد يديها انرجي كافيه انها تمسك في البندنج سايت وتعمل انجولار موفمنت. طبعا الاصفر السيركلز دي البندنج سايتس او الاكتيف سايتس. طيب ولما بتحركها خلاص الانجولار موفمنت خلصت، خلاص جابت اخرها من البندنج سايت، ده ايه اللي بيحصل؟ بص بقى هتيجي فريش اي تي بي، ادي الفريش اي تي بي جت اهي. وجود الفريش اي تي بي هيخلي المايوسين هات تسيب البندنج سايت، ولما تتكسر تاني هتبدا ان هي تمسك. اهي فريش اي تي بي جت ثابت البندنج سايت، اتكسرت مسكت في البندنج سايت وعملت انجولار موفمنت وهكذا. ماشي طيب تعالوا بقى نشوف قصه التروبين والتروبومايسين. طبعا اللي جاي بيتمشى من بعيد ده وبهدوء شديد، ده الكالسيوم اللي طلع من السيركوبلازميك ريتيكولم لما النيرف امبلس نزلت عن طريق التي تيبيولز ووصلت للتيرمينال سيسترناي بتاعت السيركوبلازميك ريتيكولم وطلعت الكالسيوم. طبعا الازرق ده التروبين، وبصوا البينك ده اللي ماشي حواليه ده او اللي ماشي اللي قافل كل النقط الصفراء ده التروبومايسين. الكالسيوم مسك في التروبين والتروبومايسين، بصوا ايه اللي حصل، اتحركت حاجه بسيطه فكشفت البيندنج سايتس. خلينا نشوف الجزء ده تاني عشان لو حد كان سرح مننا ولا حاجه. ادي الكالسيوم جاي بيتمشى اهو، مسك في التروبين، قامت التروبين المسكه بتاعت الكالسيوم في التروبين خلت التروبومايسين يتحرك من على البيندنج سايتس اللي هي النقطه الصفراء دي فكشف البيندنج سايتس. اول لما كشف البيندنج سايتس اهي اللي باللون الاصفر ده، بدات المايوسين هي تمسك في البيندنج سايتس ويحصل الكونتراكشن اللي احنا بنتكلم عنه. طيب هو بيفكرنا تاني ايه اللي بيحصل. بصوا ادي السيركوبلازميك، فاكرين لما النيرف امبلس نزلت ووصلت للسيركوبلازميك ريتيكولم والكلام ده كله، ادي النيرف امبلس اهي لما دخلت عند الموتور اند بليت وعلى الساركوليما ونزلت، ادي اهو. طبعا الموف ده اللي ماشي بارالل ده اللي هو فيه الكور الصفراء ده الساركوبلازميك ريتيكولم، ده طبعا التي تيبيول، ادي اهو ادي الساركوبلازميك ريتيكولم طلع الكالسيوم اللي راح مسك في التروبينين اللي هو الازرق، وبتبدا السلايدنج فيلمنت دي تحصل على مستوى، تحدث على مستوى الساركومير وعلى مستوى الساركوميرز كلهم، على مستوى الماي فايبر كلها سبحان الخلق العظيم، على مستوى المسل فايبر، على مستوى كل المسل فايبرز، على مستوى اهو ادي بصوا على مستوى المسل سيل كلها، دي طبعا المسل سيل من بره، تبدا المسل فايبر نفسها تقصر، وبالتالي كل المصل نفسها، طبعا المصل احنا عارفين ان هي بتتكون من كذا مصل فايبر، تبدا المصل كلها از هول يبدا يحصل فيها كونتراكشن. انا كده انتهيت محاضرتي، ما عنديش اي حاجه تانية ازودها، بس حابه اسال لو في حد عنده اي اسئله او في اي نقطه مش واضحه. اول كام سلايد عشان دخلت متاخر لو مش هيضايق حضرتك. طب بص يا دكتور عبد الفتاح، هو المحاضره دي مسجله فانت تقدر ترجع حتى لو طب يعني ما انا مش عارفه انت دخلت من اول فين، يعني انا ما عنديش مشكله بس طب من اول ايه؟ طيب اول كام سلايد ايه؟ احنا كنا بس بنتكلم عن الاناتومي من اول الاكتين. طيب حاضر، طب في حد عنده اي سؤال تاني غير الدكتور عبد الفتاح؟ انا فاتحه الشات يعني انا شايفه دلوقتي الشات، لو في حد عنده اي حاجه مش عارفها او في حاجه مش فاهمها استاذنكم لو تقولوا. تمام طيب في حد تاني غير دكتور عبد الفتاح؟ المحاضره الجايه بنسبه كبيره هتبقى ان شاء الله الامتحان الميد تيرم بتاعكم باذن الله الكوكينج. طيب موضوع الكوكينج، الكوكينج ده معناها استهداف الميوسين هيدز للبندنج سايتس بتاعت الاكتين. الاستهداف ده او نجاح الميوسين هيد انها تمسك فيه الاكتين بندنج سايتس بيحدث بس لما الميوسين اي تي بيز يبدا يكسر الاي تي بي انتو اي تي بي وفوسفيت. اوكي فالكوكينج مقصود بيها لما الميوسين هيد تمسك في البندنج سايت وتعمل الانجولار موفمنت. ده بيحصل امتى؟ لما تتوفر لها الانرجي. طبعا اول حاجه لما البيندنج سايت او الاكتيف سايت تكون موجوده ومكشوفه، لما الكالسيوم بيمسك في التروبينين دي اول او التروبينين دي اول حاجه. تاني حاجه لما الانرجي نفسها بتتوفر. تمام طب في اي سؤال تاني يا دكاتره؟
You are welcome. طيب عبد الفتاح، اوكي انت قلت ان انت دخلت من اول الاكتين، اوكي. طيب فين الاكتين؟ هو في كذا سلايد كنا بنتكلم فيهم عن الاكتين يعني، فانا مش عارفه. طيب من اول هنا كده يا دكتور، السلايد دي كده، ايوه دي. طيب اوكي انت دخلت من اول هنا، فانت فاتك اللي قبليها يعني. طيب تمام. اللي قبليها ما كانش حاجات كتير، كان بس مجرد مقدمه ان انا كنت بتكلم بس عن دور المصل، المصل السكلت المصلز عموما بتمثل قد ايه من التوتال بادي ويت. ان احنا قلنا بتمثل تقريبا من 40 ل 50% من التوتال بادي ويت، ودي بتتيح لنا السكلت المصلز ان احنا نتحرك فريلي وان احنا نبريث، حتى البريثنج بتتحكم فيه. وقلت ان جرت العاده على اعتبار دايما طبعا المصل بتتكون من اوريجين وانسرشن، ودايما بنعتبر ان الانسرشن هو اللي بيمشي بيتحرك على الاوريجين. طبعا انتوا عارفين ان في بعض المصلز بيحصل فيها العكس، بس القاعده العامه ان الانسرشن الاوريجين بيكون ثابت والانسرشن هو اللي بيتحرك. وبعدين قلت ان الفانكشن بتاعت السكلت المصل، ان السكلت المصل بتتيح ليا الحركه اللوكو موشن، وتتيح ليا البريثنج طبعا ده بتقوم بيه المصل، البوستورال سبورت. وقلت لكم ان انتم ان شاء الله السنه الجايه باذن الله هتاخدوا سكشن كامل عن الديفورميتيز اللي بتحصل في البوستشر نتيجه القصر اللي ممكن يحصل فيه العضلات. وقلنا ان البوستشر هو الارانجمنت اوف بادي بارتس اوفر ايتش اذر، يعني علاقه الهيد بالفيرتبرال كولم، علاقه الفيرتبرال كولم بالهيب، علاقه الفيرتبرال كولم بالشولدر، كل الكلام ده سبحان الله مربوط مع بعضه. وقلت كمان ان من ضمن الفانكشنز بتاعه السكلت المصل ان هي ممكن during the cold stress او during the cold episodes of time، يعني في الشتاء مثلا ممكن تعمل لي heat production. انت لما تلاقي نفسك سعان ممكن تلف تراك، ممكن تتنطط، ممكن تتحرك او تعمل اي physical activity، ده هيخليك تحس ان انت مندفي. قلت بعد كده ان سكلت المصل فيها different kinds of tissue. التيشوز دي زي المصل سيلز اللي هي المصل فايبرز، النيرف تيشو، البلد، تايبس مختلفه من الكونكتيف تيشو. وقلنا ان انتوا عارفين ان المصل بتمسك في الانسرشن بتاعها عن طريق كونكتيف تيشو قويه جدا تاف جدا اسمها الفاشيا. وبعد كده قلت ان انا عندي different types of connective tissue بتحيط بالمصل. اول نوع خالص اللي هو اسمه الابيميزيوم، الابيميزيوم ده بيحيط بالمصل كلها as a whole. وبعدين لما اخذنا transverse section كده لقيت ان المصل fibers يعني متقسمين كده لحزم، حزم او bundles او fascicles ايا كان المسمى اللي هتختاره. كل حزمه على بعضيها، كل حزمه كده مجموعه من المصل fibers بيحيط بيهم حاجه اسمها الperimysium، بيريميزيوم. وبعدين كل مصل فايبر واحده بس بيحيط بيها الاندوميزيوم. وبعدين قلت ان انا لو قربت اكتر على المصل فايبر هبص كده على المنظر وهلاقي ان هي بتتكون بتبقى عباره عن سلندر شكل اسطواني ماشي من اول الاوريجين لغايه الانسرشن. دي اول معلومه. تاني حاجه بقول ان انا هلاقي ان هي مالتي نيوكليتد، يعني كونتينز مور ذان وان نيوكليس، عشان ده يديها القدره الكبيره ان هي تعمل بروتين تو سينثسايز او تصنع بروتينز، وده بيعزز جدا من السل من المصل جروث. والاقي ان كمان ان هي سترييتد، سترييتد دي انت اكيد كنت موجود في الـ في الـ في الوقت ده. سترييتد يعني بتتكون من لايت ودارك باندز اللي هي نتيجه يعني تتابع الاكتين والمايوسين، ان الاكتين فوق المايوسين فيك والاكتين فين. وبعد كده قلت ان في حاجه اسمها الساتلايت سيلز موجوده على الساركوليما من بره، قلت ان انا هسمي السيل ممبرين اللي من بره ده ساركوليما، وقلت ان الساتلايت سيلز موجوده على الساركوليما من بره. الساتلايت سيلز دي بيكون ليها دور في المصل ريبير والمصل جروث. بعض الناس على فكره بتشبهها بالبون مارو اللي هي لما بتروح اي حته بتقوم بالفانكشن بتاعها، اي مكان يحصل فيه مشكله في المصل فايبر بتروح الساتلايت سيلز وبتحل هي المشكله دي بشكل او باخر. طيب بعد كده قلت ان داخل المصل فايبر عندي حاجه، طبعا داخل المصل فايبر زي اي سيل في فيها ميتوكوندريا وفيها كل الكلام ده. احنا سمينا ان الغلاف اللي من بره سميته ساركوليما، اللي هو السيل ممبرين من بره سميته ساركوليما. داخل السيل ممبرين المفروض ان هو اي سيل من جوه فيها سيتوبلازم، بس هنا في المصل هسميه ساركوبلازم. والساركوبلازم فيه اورجانيز كتير يهمني فيهم المايوفايبرل اللي هي بتتكون اصلا المايوفايبرل دكتور من الاكتين والمايوسين اللي احنا بقى اللي هي السلايد اللي انت دخلت فيها يا فندم. طيب مفيش اي مشكله، المهم بس تكونوا فهمتم. في حد عنده اي سؤال تاني يا دكاتره؟ دكتور ايوه. هو انا كنت عايزه اسال على اللي كان داخل في الميد ترم، كنت عايزه اتاكد من حاجه.
والله يعني انا كان نفسي افيدك بس فعلا ما عنديش اي يعني معلومات، عشان بس ما اقولش حاجه حرام وادبسكم. بصي هقول لك، حضرتك ممكن تتواصلي مع دكتوره نجلاء، هي منسق الماده وباذن الله هي تقدر تفيدك، تمام بس فعلا ماشي، انا مش عارفه حاجه عشان بس ما لخبطكمش يعني. وكل سنه وانتم طيبين وسعيده بلقائكم. حد عايز اي حاجه تانية قبل ما اقفل؟ طيب عفوا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.